كان عندنا مشكلة اللي احنا حتة المسيحيين في مصر لما بيروحوا الأندية وكده بيتم رفضهم، فأنا كان لما طلعت ألعب في الكنيسة ودورات الكنيسة ولعب الكنيسة وكده بس، فأنا كنت يعني ليه مستغرب إن أنا طالع ألعب في الكنيسة بس، ليه ما أطلعش زي اللي مثلا بشوفهم في التلفزيون، زي مثلا صحابي اللي معايا في المدرسة اللي بيلعب في نادي كذا واللي بيلعب في نادي كذا كده. فلقيت ان دي مشكله يعني مش انا طلعت لقيت نفسي سبب فيها، لا دي المشكله دي اللي طلعت موجوده بقالها اكتر من 50 سنه في مصر. عمرنا ما بنسأل انت مسلم ولا مسيحي او الديانه هي ايه، الكلام ده طبعا غير موجود، ويمكن الوقت كله فيه لاعبين مسيحيين ظهروا وتفوقوا ولعبوا في منتخب مصر واحنا كلنا كنا بنشجعهم. Thank you.